جمع المتجهات الجبرية. طب الآن حنشوف كيف حنستفيد من التحليل في جمع المتجهات. طيب حنشوف الآن كيف نستخدم التحليل في جمع المتجهات جبريا. حنرجع للمثال اللي أعطيته أول. مثلا لو كان عندي هذا المتجه بعده هذا المتجه، إزاحة مثلا بعده هذا المتجه، أبغى أجمعهم. لو ما عندي طريقة الرسم إيش حسوي؟ حجمع هذا المتجهين أول شيء، يعني من النهاية هنا صار هذه محصلة هذه المتجهين، بعدين هذه المحصلة أجمعها مع هذا المتجه، يعني من نهاية هذا المتجه حرسم متجه إلى النهاية هنا يصير هذه هي المحصلة. طبعا لازم في كل مرة أقيس الزاوية وأجيب المقدار هنا وأجيب المقدار هنا، العملية حتطول. بس حنشوف كيف نعملها بتحليل المتجهات. أول شيء في تحليل المتجهات لازم نحتاج إيش؟ المستوى الإحداثي. يصير نيجي من بداية المتجه الأول ونعمل المستوى الإحداثي. طيب وبعد كده نحلل كل متجه، يعني هذا المتجه نعمل له تحليل. من نهاية المتجه نسقط عمود، حيصير عندي هذه مركبة X وهذه مركبة Y، حرسمها هنا مرة واحدة، لازم تكون بنفس الطول وبنفس الاتجاه. لو سمينا هذا المتجه A مثلا يصير هذه مركبة X وهذه مركبة Y للمتجه A. طيب حللنا المتجه الأول، نيجي للمتجه الثاني نحلله. لو حللناه هنسقط عمود، شوف من نهايته، طبعا هذه بدايته، يصير هذه مركبة X له، مثلا لو سمينا هذا المتجه B يصير هذه مركبة X متجه B ومركبة Y حتجي هنا، هذه مركبة Y متجه B. بعد كده نحلل هذا كمان، نسقط عمود، يصير هذه لو سمينا المتجه C مثلا يصير هذه مركبة X، نسقط عمود هنا يصير هذه مركبة Y. حللنا كل المتجهات، شوف إلى مركبة X ومركبة Y. بعدها يصير نجمع مركبات X لحالها، مركبة X المتجه الأول، مركبة X المتجه الثاني، مركبة X المتجه الثالث، لو جمعناها حيطلع عندي هذا المتجه. بعد كده أجمع مركبة Y المتجه الأول والثاني والثالث، حيصير عندي بهذه الطريقة، ويصير الآن المحصلة إيش؟ المحصلة إني أجمع هذا المتجهين، يعني هذه نقول عنها مركبة X للمحصلة وهذه كلها مركبة Y للمحصلة، يصير أجمعهم عشان أحصل المحصلة. لو جبنا هذا حطيناه هنا صار هذا المتجه اللي هو مركبة X وهذا المتجه اللي هو مركبة Y نفسه هو هذا. طبعا طبعا الزاوية بينهم قائمة، لأنه هنا الزاوية قائمة بين الX والY، يصير المحصلة حتكون بهذه الطريقة، صار هذا هو الناتج النهائي، هذا هو المحصلة. هذه هي الفكرة بسرعة. طب خلينا ناخذ الخطوات نكتبها واحدة واحدة عشان نعرف كيف نجمع المتجهات. أول شيء لازم نرسم المستوى الإحداثي، طبعا نختاره بحيث أنه يسهل علينا عملية التحليل. ثاني شيء نحلل المتجهات للمركبات الأفقية والرأسية زي ما سوينا هنا، حللنا الـ A، حللنا الـ B، حللنا الـ C. طيب بعد كذا نجمع مركبات X زي ما سوينا هنا، جمعنا مركبة الـ X للـ A ومركبة الـ X للـ B ومركبة الـ X للـ C، طلعنا RX، يعني جمع المركبة على محور X. وبعد كذا نجمع المركبات برضو على محور Y. طيب يعني طلعنا RX وطلعنا RY، الآن خلاص نبغى نجيب الـ R. كيف نجيب الـ R؟ كيف نجيب هذا المقدار؟ قلنا هذا مثلث قائم الزاوية، هذا الوتر، صار عشان نجيب الوتر نستخدم فيثاغورس. صار نقول إيجاد المحصلة R عن طريق فيثاغورس.
طيب جبني مقداره بس نبغى نجيب هذه الزاوية من متجه، في المتجه لازم نعرف الزاوية صح، وإحنا نبغى هذه الزاوية، هذه الزاوية اللي نسميها ثيتا. فالزاوية هذه كيف نجيبها؟ شوف عندي المثلث قائم الزاوية، الزاوية هذه نجيب التان لها، تان الزاوية ثيتا إيش حيساوي؟ التان للزاوية يساوي المقابل على المجاور، المقابل هنا ار واي أو مركبة واي، والمجاور مركبة الاكس. من هنا أقدر أجيب الزاوية. طبعا عشان أجيب الزاوية أستخدم الدالة العكسية، يعني هذه حتساوي تان انفيرس لمركبة الواي على مركبة الاكس. ما يهمك من هذا، حنشوف حلها في المسائل، بسيطة جدا تجي بالآلة الحاسبة بسهولة، حنشوف كيف المسائل. غلط في الترتيب، هذه 5 وهذه 6. أول شيء نرسم المستوى الإحداثي، ثاني شيء نحل المنتجات لمركبات X ومركبات Y، هذه مركبات Y، مركبات X ومركبات Y، بعد كده نجمع مركبات X، بعد كده نجمع مركبات Y، بعد كده نجيب R عن طريق فيثاغورس مثلث خلق قائم الزاوية هذا، بعد كده نجيب الزاوية عن طريق tan inverse يساوي مركبة Y على مركبة X، وحنشوف كيف في المسائل.